روا بوام مهمين، رجعت الثقة ما بين احنا والجمهور، رجعت كونفيونس. ان شاء الله نزيدو نبنيو على الحاجات هذيا ونصلحو الحاجات اللي غلطنا فيها. اليوم ان شاء الله ماشيين في الثنية الباهية، قاعدين نخدمو قاعدين نقدمو. ان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب، ان شاء الله نزيدو نعطيوهم خير من هكا. بالي حتى احنا منقوصين من الحبوبي برشا لاعبين، جمعية الكبار متقف على حاتم لاعبي. صحيح برمضان قيمة ثابتة في الترجي وفي تونس، ما اليوم الترجي كنا خير منها، مهما اليوم ما يهمناش في الادفرسير. اليوم هبطنا للتيران، عندنا اوبجيكتيف واحد اللي هو دروب بون. نحضروا ماتش واد الكل كيف كيف، فما ظروف اليوم تحكم، فما حاجات اللي برشا عباد ما تعرفهاش. ان شاء الله العباد الكل تلتف حول النادي نتاعها، ان شاء الله العباد الكل تدور وتعاون. هذا البليز امبورطون. اليوم شفنا برشا حاجات باهيه، سواء من الهيئه المديره، سواء من رجل الاعمال سي عبد العزيز المخلوفي رئيس لجنه الدعم، نشكره برشا، حفز للاعبيه، كانت برشا حاجات ايجابيه. اليوم كملنا احنا سير تيران، وهذا البليز امبورطون. خاطر اليوم كيما نقولوها بلغتنا احنا التونسيه، وصلت الزنقه الليل، معناتها اليوم سياسه حاجتها بالعباد الكل. اليوم نرى في زوز من الناس قاعدين تخدم في مصلحة السي اس اس. صحيح فما عباد اخرين، ما هي ظروف صعيبة، لازم العباد الكل تلتف، لازم العباد ترى النادي الرياضي الصفاقسي. مش اليوم في الماتشات الكبار تراهم كل حاضرين في التيتروات، العباد الكل تصور مع الكوب، ما نهار اللي تستحق العباد الكل موجودة في الماتشات اللي لازمتها، ما نحناش نلقاو فيهم. ان شاء الله العباد الكل تفيق على رواحها، وان شاء الله جاي خير ان شاء الله. في الماتش معناتها صحيح نتفرج، نعرف الملاعبيه وين تشوت، نعرف كل شيء، عندي فكره على الجوارد في تونس كيف يشوت البيناتيات. ما في الماتش انت والملاعبي كيفاش حاضر، حضرت الماتش وفقني ربي 50% من عندي انا و 50% من اللاعبي معناتها ضيعها. ما هيش روبير باش تدخل اليوم على حارس كبير ولا حارس صغير بيلانتي، اليوم تنحات. ما انا فرحان على غير بيلانتي، فرحان بالرضمان اللي قدمناه الكل. بيلانتي حكايه فارغه بالنسبه لي.